لمراجعة عمل الحزب وتصعيد الشباب لكي يأخذوا مواقع متقدمة في الحزب، وهذا احنا تكلمنا بها جميعا وقلنا ان هذا جيلنا سينقرض، وجيل الشباب الان عنده طاقات كبيره وكبيره جدا وابداعات، فهذا اتفقنا وايضا وضعنا اليات لهذا الغرض. شنو نظام الفعاليات هذا الجيل الجديد؟ فعاليته بالنسبه للناس؟ والله بالنتيجه احنا نعطيه فرصه هو يثبت جداره، علينا ان نساعده ان يطور اداء، نعطي خبراتنا، يعني السياسيين القدامى عندهم خبره، تراكم خبره عبر الزمن السياسي، فإراد هذه الخبرات المتراكمه تعطى لهم هم بحكم التطور الحاصل الان تكنولوجيا وحداثه وافكار نيره الان، ثم هو الشباب عقله متطور على طول الخط، ياخذون هذه الامور بمجموعها ويبدعون. يوم اللي بدينا بالسبعينيات كنا اعمارنا بال 18 19 20 سنه، يوم اللي بدينا اصلاح وواجهنا اعتى نظام، اليوم صحيح كبرنا بس بدينا كشباب، والشباب هو اللي عاده يقود التغيير والاصلاح. طيب خلينا ننتقل هسه هذا بالشكل العام، خلينا ننتقل لقضيه الترشيحات الوزاريه للتعديل. ما اعرف كانت اكو تحريك بها تصريحات قلت هذا الضغط اللي موجود، ما اعرف الضغط على رئيس الوزراء على القوى السياسيه لتقديم مرشحيها، بالتالي ايش هذا الخمول اللي صار؟ تدري مجلس النواب يتعامل، يفترض ان يتعامل بواقعيه مع خيارات رئيس الوزراء، لانه الكتل السياسيه هي بحد ذاتها رشحت عدد من المرشحين لكل وزاره، اخذ على سبيل المثال وزاره الدفاع اكثر من 6 مرشحين 7 مرشحين الان موجودين على القائمه، وكل يختار معدوم رئيس الوزراء وقد يقتنع بهم او ببعضهم او لا يقتنع. هذه دراسه الان هو يبحث عن مهني اختصاصي يقود وزاره الدفاع بجداره، والاسماء كلها ان شاء الله محترمه، ولكن تدري الاختصاص والمهنيه يراد لها درجه عاليه، ثم تجي وزاره الداخليه اكو ايضا خيارات. يعني يحاول يغير النظره اللي موجوده دائما من يتحدثون عن قضيه الوزير صاحب الاختصاص، يقول لا هذا منصب وزاري، منصب سياسي، بالتالي ممكن اي شخصيه والاعتماد يكون على المستشارين والوكلاء. لا، رئيس الوزراء يعني يشدد على الكتل السياسيه في ترشيحاته ان تكون مهني اختصاصي، لانه لا نريد ان نعود الى اخطاء الماضي، وبالنتيجه الان مسؤوليه ستقع على عاتق رئيس الوزراء. غدا سيقال هذا اختيارك انت، فالكتل على ان تتعاون معه في ترشيح اشخاص اكفاء وطبعا نزيهين ويمتلكون جداره الاداره والسياسه والقياده، ثم بالنتيجه عندما يختار يطمئن ان خلفيته صحيحه وارضيته صحيحه. قبل ما اكمل بهذا الموضوع سيدنا بصراحه، نعم، تقعدون يا رئيس الوزراء تقريبا 5 وزراء هم اللي شملهم التغيير اللي حدنا وصوت عليهم مجلس النواب، هو هم ترشيحات كتل، بتقعدون يا بصراحه هاي الكتل اللي رشحتهم يسمع من عندهم ضغوط، يسمع من عندهم محاولات تحريك بالكواليس؟ لا، والكتل توصل آراءها، أنا ما أسميها ضغوط بمقدار ما أسمي طروحات متكررة، يعني كثافة حديث في الموضوعات. لا، احنا ما نسمي ضغوط، رئيس الوزراء ماخذ حريته الآن يفكر بهدوء، يفكر بروية وتأمل. أنا أتحدث عندي صوتوا عليهم كمثال هسه، كمثال المجلس الأعلى رشح وزيرين، بعد اعتبروهم ما عندهم ارتباط سياسي أو فكري بالمجلس الأعلى، لكن هم رشحوهم، بالتالي بهيجي ترشيح لحد ما مستمر الضغوط على الوزراء او يطلبون من عتمه ويتعتبرون. تقصد الكتل تضغط على الوزراء؟ اللي صوتوا عليهم خاصه الاخير هاي الفتره الاخيره اللي 5 وزراء. والله الى الان يعني تدري ما يراد لنا يعني دراسه الامر بجديه، ما اريد ان نوجه اتهامات مبكره، خلي الوزير نفسه نطلع على سياساته وادائه. ثم عندنا موظفين كبار موظفين درجات خاصه بامكاننا ايضا من خلالهم ان باعتبار هذول ايضا عيون داخل هذه الوزاره لكي نعرف هل هنالك ضغوط او لا. الى الان ما نستطيع ان نقول ضغوط مشدد، يعني ما سامعين شيء من رئيس الوزراء باجتماع الدعوه باجتماع لا لا, لا 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 الى الان لم نسمع شيء عن ضغوط توجه. نعم، لا شك ان لبعض الكتل طموحات في انه يكون لها حضور في هذه الوزاره او تلك، بس بمستوى الضغوط لم اسمع الى الان. ما اعرف الاسماء اللي وصلت لحد الان، انت تحدثنا عن الدفاع، واصل شيء بعد ممكن انه يراجع به السيره؟ عندنا على اعتبار انه عندنا صناعه والتجاره والداخلية صناعة خيارها أسهل يبدو لي، أكو مرشحين للتجارة وربما الأقرب للاختيار هو المكون التركماني. التجارة محل جدل الآن، للتدري مخصصة كانت لإخواننا في كتلة الوطنية العراقية، الدكتور عدعلاوي، الدكتور عنده رغبة في أن يأخذ وزارة أمنية، لكن تدها استحقاقات، والآن الكتلة اللي كان لديها وزارة الدفاع تعترض، فإلى الآن هو من حقه أن يأخذ وزارة التجارة. المرشحين ما قدم مرشحين لوزارة التجارة الآن، لكن هنالك مرشحون من كتل أخرى، وطبعاً من المكون السني، خلينا نكون أكثر صراحة، هو استحقاق المكون السني، فمرشحون لهذا الغرض. نعم، يعني هذا ما له دخل برئيس الوزراء، من راح يتفق على تقديم المرشح يستلمه من عندهم؟ وبالفعل موجود الحراك على قضية التبادل بين التجارة والدفاع. لاحظ عفواً، رئيس الوزراء لا يقتصر في الترشيحات على الكتل، يعني أيضاً لو أن
شخص سياسي او مهني يريد هو يرشح نفسه رئيس الوزراء يستلم هذا الترشيح ويتعامل معه ايضا بواقعيه، فلعله الاكفى والاجدر. لكن تدري التوازن في اقناع الكتل مهم ايضا. جيد، هذا اقناع الكتل. ما اعرف، يقول رئيس الوزراء ساعي انه يقنع المكون اللي راح ياخذ وزاره الصناعه انه تدمج الصناعه والتجاره وتعطى لكتله متحدون اللي إلها وزارة الدفاع بدل الدفاع اللي تروح للوطنية. أنا لما أطلع على هذا الملف بهذه الطريقة، لما أطلع على هذا الخيار ولما أطلع على هذا الجهد لدمج الوزارتين. زين، ما أعرف راح يقدم شيء للمجلس النواب الأسبوع المقبل. أنا أستبعد. أستبعد، لأنه إلى الآن لم يتم وضع يد على المرشحين بشكل نهائي. جيد، اللي خلينا نستفاد من الوجود على اعتبار إنه مجلس النواب عنده كل شيء. هذا كل شيء بهذه الفترة غامض. خلينا نحكي على قضية الاستجوابات. نعم، اكو حراك منتظرين انتم، ولهذا رفعت الجلسات بمدد، يعني كانت مدد بعيدة. قضية الاستجوابات المنتظر، اكو جمع تواقيع، البارحة يتحدثون عن 130 توقيع لإقالة رئيس مجلس النواب. هذا دوركم وين بمراقبتكم لكل هذا الموضوع؟ تدري اليوم الحراك للكتل ما يستطيع أحد أن يوقفه، وجهود عديدة، أقصد يعني حراك متعدد الاتجاهات، هذا يريد الوزير الفلاني، هذا يريد مسؤول أو رئيس الهيئة الفلانية، هذا يريد رئيس مجلس النواب. نطلع أحيانا، ولكن الأمور إلى الآن لم تصل إلى مرحلة الإعلان الرسمي عن استجواب أو إقالة أو كذا، ها مجرد إخبار وتحرك داخل مجلس النواب. سيدنا، أنتم من خايفين من هذا الحراك؟ خفتوا من عنده، ولهذا تحاولون أن تحجمون دور جبهة الإصلاح اللي خلاني أقولها بشكل شخصي أقلقتكم بهاي الفترة بسبب الاستجوابات واللي وراها، على اعتبار أنه أكو خلاف، ما راح أقول صراع سياسي. لا، إحنا ما نقلق أو نخاف من شيء اسمه استجوابات، إذا إنما نريد أن نحافظ على مهنية الاستجوابات. يعني استجوابات ربما أخذت منحة تقاطعي، منحة مصالح، خلينا نعبر عنها. احنا نريد ان نعيد المياه الى مجاريها، ليستجوب من يستجوب، ولكن على اساس مهني. يعني ما زلتم غير مقتنعين بالاستجوابات اللي صارت تمت على اساسها قالت وزيره؟ يعني كنا نتمنى ان تاخذ ابعاد اكثر مهنيه واكثر صدقيه، مع ذلك تمت العمليه بشكل نعبر عنه دستوري، ولم نعترض في هذا الاتجاه. قضيه جبهه الاصلاح، انما احنا لا نعترض على من يشكل جبهه تسمى بجبهه اصلاح، ولكن لسنا معنيين بالضروره ان نكون جزءا منها، يعني ربما مجموعه من النواب. لذلك احنا ككتله، يعني كتله حزب الدعوه الاسلامي على سبيل المثال، عندنا قرار في القياده ان كتلتنا هي اللي تعطي رؤيه. ليش نحاول ان نسلم رؤيتنا الى اخرين فيقودون العمل؟ احنا لماذا لا نظهر نحن بمظهر؟ احنا عندنا افكار، عندنا رؤى. جيد، فسر لي هاي، من هم الاخرين وعلى اساس اتخذتوا هذا الفكره؟ وليش قلت ما قلت دوله القانون؟ ليش قلت الدعوه؟ لا تدري، جبهه الاصلاح خليط، يعني مجموعة من دولة القانون، ليس كل دولة القانون، مجموعة من دولة القانون، مجموعة من العراقية، أقصد اتحاد القوى، مجموعة من الوطنية، يعني هي عبارة عن أجزاء من كتل معينة اجتمعت تشكل ما يسمى بجبهة الإصلاح. لذلك وجود أنا أعتبره غير منظم بشكل ما يعبر عن كتلة سياسية برلمانية، وإنما تجمع من برلمانيين وهم نحترمهم أشد الاحترام، لا عندهم رؤى معينة، ولكن بالنتيجة اليوم الحياة السياسية كتل. جيد، راح أرجع لك انتخابات واستحقاقات. جيد، حضرتك هسه قلت ما يسمى جبهة الإصلاح. نعم، والكتاب اللي كان بتوقيع السيد علي الأديب، نعم، كاتب بما يصطلح عليه بجبهة الإصلاح، بس هي واقع، بالتالي هذا تقليل من شأنهم. خلينا هسه نلعب على قضية المصطلحات والتسمية. لا، ما بطبيعة الحال، يعني تدري احنا كلمة الإصلاح كلمة كبيرة في الواقع الاجتماعي، ولا نريد ان تنحصر بجهة معينة فيظهر الآخر وكأنه ليس بمصلح. تلاحظ الإصلاح هو مهمة الجميع، ومن قاد الإصلاح هو سيد رئيس الوزراء ودعا إليه، وبالنتيجة احنا ككتلة يعني وحزب دعمنا هذا الإصلاح، كتل أخرى دعمت هذا الإصلاح. أما أن يتمحور في جهة معينة وتطلق على الآخرين ربما اصطلاحات أخرى، بس ما أدري، يعني هم أطلقوا عدة اصطلاحات على الآخرين، هذا التمايز هذا خطأ. لذلك خلينا نعنون أنفسنا جميعا بالإصلاح والمصلحين، ونترك لكتلنا أن تكون مصلحة. زين، هاي قضية أنه يكون القرار لحزب الدعوة والقيادة لحزب الدعوة. نعم، حتى يكون بالقرار بالضد من منه؟ لا، تدري قيادة الدعوة هو في النظام الداخلي لكتلة الدعوة أن قرارها مرتبط بحزب الدعوة الإسلامية، بقرار قيادة حزب الدعوة الإسلامية. فبيوم اللي القيادة تعتقد أن بعض القرارات تمرر ليس برؤية الدعوة، الدعوة عندها رؤية، استراتيجيات، عندهم فهم للعملية السياسية، فترى أن بعض الأفكار، بعض القرارات، بعض التحركات قد لا تنسجم، وبالنتيجة الحزب يعني صدر تعليمات لم يلتزم بها البعض،
على هذا الأساس صار جهد اللي هم أسهل من ضمن جبهة الإصلاح. نعم الإخوان بعضهم منتظرين من كتلة الدعوة لكن ضمن جبهة الإصلاح، لكن الحزب طلع بيان، طلع يعني جهد جديد أنه يعلن أن من هم مرتبطون وملتزمون بقرار الدعوة الإسلامية ليسوا جزء من جبهة الإصلاح. زين من تقول قرار القيادة، نعم عرف لي القيادة باختصار، القيادة بأمينها العام السيد المالكي، لو أنتوا وحضرتك واحد من القيادات اللي موجودة في الدعوة. لا لا القيادة هي كل الأعضاء بما فيهم السيد الأمين العام. نحن بالقيادة عادة قرارنا شورى وتصويت، فقد يصوت فلان وقد لا يصوت، قد أنا أصوت وقد لا أصوت. المهم بالأغلبية إذا قد صدر القرار بالأغلبية، سواء كان أخونا العزيز الأمين عام معهم أو ليس معهم، أو أنا معهم ليس معهم، بالنتيجة القرار الأغلبية هو اللي يسري ويلتزم به الجميع. وهذه القرار صدرت بأغلبية ضمن إطار النظام الداخلي لحزب الدعوة الإسلامية. جيد، هسه بهاي الحالة أنت نسفت كل التأكيدات اللي تقول أنه النواب حزب الدعوة اللي يجابة الإصلاح ساندهم السيد المالكي، وبالتالي هو ساند لقضية الاستجوابات هو اللي دفع بها. هذا قضية حتى الأخبار تقول سوت مشاكل داخل شورى الدعوة. لاحظ عزيزي، احنا نتكلم بكل وضوح، ان الأخ رئيس الوزراء عفوا الأمين عام أقصد الأخ أمين عام حزب الدعوة الإسلامية السيد المالكي هو جزء من القيادة، وبالنتيجة يحضر اجتماعاتها ويستمع إلى ملاحظاتها، وهو أعلن رسميا أنه أنا لم أكن ممن صنع وجبة الإصلاح. قال لنا رسميا، انا اتحدث الان امام الملأ، قال انا لست ممن صنعوا جبهه الاصلاح، ولكن هو يرى انه ليس من الصحيح التقاطع معها، واحنا ايضا لا نريد التقاطع مع احد. وقال لا يجب ان لا نتقاطع معها، يجب ان ما معناه نبلور جهدها بالشكل يخدم الوطن، هاي وجهه نظره. لكن المشكله وين؟ انه اخذت هذه الجبهه بعدا سياسيا، وكانما صادرت جهود الكتل الاخرى، صادرت دورة القانون كعنوان، صادرت الدعوة كعنوان، صادرت المجلس الأعلى كعنوان، أو الاتحاد القوى كعنوان، حتى الكرد قليل. زين هسه هذا بتفسيرك، نعم تقبل تفسيري وخليني أقول لك أنه أنتم خفتوا من عندهم لأنه أخذوا جمهوركم بالشارع. لا ما عندنا خوف، بالعكس يعني. وبالتالي أنتم خايفين على رصيدكم. لا مو معلوم أنهم أخذوا رصيد الشارع، الشارع ما يعني يؤخذ من تصريح هنا وتصريح هناك. الرأي الشارع نعرفه أيضا، الشارع يعرف أن هناك رموز كبيرة، هناك أحزاب تاريخية وقدمت تضحيات في بناء لبناء الوطن وبناء الدولة الحديثة، ومو بسهولة يتخلى الشعب والشارع العراقي عن هذه الكيانات اللي ضحت وقدمت الكثير. أنا اللي أعتقد أكو صحيح أكو الناس، وهذا وضع الديمقراطية في العراق، ناس تؤيد هذا التوجه، ولكن الغالبية العظمى ربما قد تختلف. يعني عندنا استقراءات وعندنا استطلاعات نعرف أن كثير من القرارات أخذت كان الشعب العراقي ليس معها. جيد، خلينا بقضية حتى نستفاد من الوقت، بقى عندي دقائق. قضية الاستجوابات، نعم حددوها، قالوا الوزير الأول سني وزير الدفاع، الوزير الثاني كردي وزير المالية، كان منتظر أنه وزير الشيعي والأقرب السيد الجعفري، بعدها مباشرة يجي الدور على رئيس الوزراء، ولهذا أنتوا وقفتوا حد عند هذا الموضوع، وكنتوا سد منيع عن السيد الجعفري عن الاستجواب طبعا حتى لا توصل قضية رئيس الوزراء. اولا من حقنا ان نمنع استجواب رئيس الوزراء ككتله سياسيه، هو ينتمي الينا وهو جزء من كتلتنا، من حقنا ان نمنع ان يستجوب، لان لا نرى اي ضروره، ونرى ان استجوابه سيكون مسيس ويكون بهدف ما مع اضعاف الحكومه او جهود اضعاف الحكومه واسقاطها ربما. فلذلك من حقنا ان هذا موقفكم السابق ومستمرين عليه. هذا من حقنا، لكن هل كنا قلقين؟ انا اشهد لك انه لم نكن قلقين، لان نعلم لن يتمكنوا من ما معنى استجواب واقاله رئيس الوزراء. شنو اللي يخليك متاكد؟ عندي استقراء للساحه السياسيه، عندي استقراء للساحه الداخليه، حتى الواقع الدولي الداعم للعراق اللي الان يرى ان هنالك نجاحات كبيره حققها السيد رئيس الوزراء على صعيد الامن، والان الموصل السيد رئيس الوزراء يقود عمليات الان في تحرير الموصل، وهو رجل يعني من تولى وزارته والى الان انتصار بعد انتصار على قواتنا المسلحه وابطالنا في الحشد الشعبي، عشائرنا الكريمه البيشمركه اخواننا. فبالنتيجه يعني نجاحات كبيره، فما يمكن تصادر هذه النجاحات ببعد سياسي وتسييس. فهدفنا أننا نريد أن نمنع تسييس الاستجوابات. جيد، احنا حكينا درجنا به بقضية الجيل الجديد، نعم، وقضية الطبقة السياسية على وشك عدم إعلانها عدم قدرة الاستمرار بإدارة شؤون البلاد، وجينا على قضية تغيير الوزراء، نعم، والاستجوابات اللي أيضا تنتج تغيير وزراء. بالتالي هذا كله بالمجمل راح نطلع بيه بنتيجة، خاصة بعمر الحكومة والبرلمان اللي راح من عمرها أكثر من اللي باقي،
راح تضمنون انه هاي التحركات كلها راح تبقى مستمره كعنوان رئيسي لاداره البلد؟ ما اعرف القضيه متشابكه دوختنا ودوخه الناس وياها. لا، انا اكرر ما قلته في البدايه، بناء دوله فتيه جديده يستدعي تطوير كثير، واخطاء ستحصل وقد حصلت اخطاء، تتراكم ربما اخطاء، لكن يجب معالجتها اولا باول. اعتقد الحراك طبيعي، وهو عمليه كيف ان الجسم عندما يمرض هو يعالج نفسه ذاتيا اوتوماتيكيا، عنده ديناميكيه العلاج. ايضا الجسم الان العراقي عنده ديناميكيه سياسيه اجتماعيه ثقافيه عشائريه، سميها ما شئت، مرجعيه تقودها ايضا لاصلاح الواقع بشكل، وهذا يستدعي طبعا قد يسقط فلان، قد يرتقي فلان، يصعد قد يسقط البعض ويصعد بعض اخرون، هذه سنه الحياه السياسيه. طيب اسمح لي ان اشكرك القيادي في ائتلاف دوله القانون نابع العلاق، شكرا لك حبيبي. شكرا لك. شكرا جزيلا سيدنا. دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن الى استباق تبعات سقوط الموصل. وقال هولاند لدى افتتاح اجتماع لوزراء دفاع الدول الرئيسيه في التحالف ان التحدي في عمليه استعاده الموصل هو المستقبل السياسي لهذه المدينه وللمنطقه وللعراق. كلام هولاند جاء متطابقا مع كلام وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر خلال لقائه بالجنود الامريكيين في العراق يوم السبت الماضي، والذي قال إننا نناقش الدور المحتمل في المستقبل للقوات الأمريكية بعد استعادة الموصل والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للمناطق المحررة. هذه ليست مهمة دفاعية أو مهمة للجيش العراقي، لكنها جزء مهم من عملية إرساء السلام. إننا نحتاج إلى التفكير بشأن المستقبل ما بعد تحرير الموصل، وناقشت ذلك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وللحديث عن مستقبل الموصل ينضم معي هنا في الاستوديو النائب عبد الرحيم الشمري عن محافظة نينوى. حياك الله سيادة الوزير. حياك الله سيادة. حياك الله سيادة النائب. خلينا نبدأ بقضية مستقبل الموصل. المستقبل هذا يحتاج مناقشة الآن، أقصد مع معركة جارية وأكو كل الامور محتمله بهاي المعركه، ضروري ان نناقش مستقبل الموصل بهاي الفتره مع كلام هولاند البارح اللي اجى وكلام كارتر السبت، يعني كلها بهذا الاسبوع. شكرا جزيلا، حياك الله يا المشاهدين الكرام. حياك الله. بالتاكيد يراد نقاش ونقاش حقيقي ومع اهل نينوى واهل الموصل والحكومه، وليس مع جهات سياسيه كمثلا نرى انه السيد مثلا العبادي يتكلم مع السيد مسعود برزاني، يتكلم مع الامريكان، يتكلم، وممكن انه يعني يتم الكلام مع اهل الموصل من خلال سياسيين معروفين مثلا سام النجيفي او غيره. انا لا اعتقد هؤلاء هم من يرسمون الخارطه، يعني كل هذه الاطراف طبعا الدوله العراقيه هي من ترسم الخارطه الحقيقيه، يفترض مع اهالي نينوى واهل الموصل العاملين اللي هم نواب نينوى، مجلس نينوى، محافظ نينوى، بعض الشخصيات المحترمه من نينوى. انا ارى بان هناك عمل من كل الاطراف ما عدا اهالي نينوى. زين، راح ارجع على هالموضوع، لكن انا ليش سالتك هذا السؤال مناقشته الان بهاي المعركه؟ هاي الفتره الايام اللي راحت اي حلقه اي موضوع نطلع به نقول راح نناقش موضوع مستقبل الموصل، اللي يقول لا تناقشوه هسه، مو وقتها معارك، بالتالي طبيعي انه نترك المعركه تخلص وبعدين الامور مطبوخه بالخارج جايتنا جاهزه؟ بالضبط، هو انا اعتقد انه اكو جهات تسعى لهذا الامر، جهات عملت سابقا زين. ولدينا معلومات كامله بانه سيناريو كامل بالشهر، جهات داخليه؟ جهات داخليه وخارجيه. من هاي؟ يعني انا ما اقدر افصح عنه لانه الموضوع بصراحه يعني عرفناه قريب جدا. لا مو انت هسه تقول المفروض ياخذون راي اهالي نينوى، وانتم لو تصارحون اهلكم لو تخلون القضيه غامضه بالنسبه لهم وتجيهم جاهزه بعد كل المشاكل. اذا تسمح لي، اولا يعني جنابك تدري بانه البرلمان العراقي يعني صوت على عدم تقسيم نينوى. زين. من يريد تقسيم نينوى؟ يريد تقسيم نينوى، اطراف صرحت بتقسيم نينوى. النجيفي قالوا من 6 إلى 8، وهذا مشروع خارجي وليس داخلي بالمناسبه، والسيد البرزاني من باريس قال 3 محافظات. زين. هذا المشروع عمل عليه سابقا من 2013. من 2013 إلى اليوم يعمل عليه بمراحل، ولكن الحكومة كانت يعني ملتهية بمشاكل كبيرة جدا، مرة بالرمادي، مرة داخليا، مرة تحالف، فيه مشاكل، ولهذا لم يتم الانتباه صراحة إلى المشاريع الكبيرة التي تستهدف نينوى. زين، هسه جيد من تقول مشروع، ما أقصد على المشروع جيد، خاف بعدين تنوخذ عن لساني، من تقول مشروع من 2013 بمراحل،
يوصل لهاي المرحلة قاموا يحكون بعلني بصورة تقريبا شبه نهائية مالته. تصويت البرلمان العراقي راح يقدر يوقف بوجه هاي المشاريع اللي التحالف الدولي داخل بها أوروبا اليوم، هولندا الرئيس الفرنسي من الدول فرنسا من الدول المؤثرة، الأمريكان ومشروعهم، الأتراك وقوتهم بالمنطقة. تصويت مجلس النواب راح يقدر يوقف بوجه هو مو بس يعني هي عدة عوامل ضربت هذا المشروع. المشروع كان ماشي مثل ما يريدون المقسمين زين. مثل ما يريدون ويخططون، ماكو أحد مقابلهم ولا أي قوة تردعهم. المفاجأة اللي طلعت لهم اتحاد العراقيين بقرار في مجلس النواب، هذا الأولى. القوة الثانية اللي حصلت موقف رئيس الوزراء والحكومة من التدخل التركي وما إلى ذلك، وموقف صريح جدا وقوي. تهديدات أردوغان وتدخله في الموصل أن يكونوا العرب السنة والتركمان السنة والأكراد السنة، أيضا أنطت دعم ثاني إلى البرلمان، صدر أيضا قرار برفض هذا، صار إجماع دول، الجامعة العربية صدرت، دول عربية وقفت وقفة حقيقية. يعني كل هذا أدى إلى إحباط المشروع. أنا ما أقول إحباط، لا زال المشروع قائم، يعني أقول إلى توقف المشروع لفترة. وجود الجيش العراقي في المناطق التي كان لا يوجد فيها جيش عراقي حتى قبل 2004 أيضا هذا كان عامل لإيقاف بعض المشاريع. جيد، ما أعرف، الرئيس الفرنسي يقول حتى نبدد مخاوف المجتمع الدولي، أو من يقول أنه المجتمع الدولي يجب أن يكون لديه وقفة لمناقشة ما بعد التحرير أو تداعيات. شنو اللي موجود يخاف من عند المجتمع الدولي؟ تبعات التحرير وخروج داعش من المنطقة. أكيد ما يتحدث عن قضية داخلية خاصة بالموصل. لا لا، أكيد هو يتكلم عن مرحلتين. المرحلة الأولى هي خروج داعش ليس فقط من الموصل، يعني هم يريدون القضاء، العالم والتحالف الدولي يريد القضاء على داعش في الموصل وفي الرقة. زين. ولكن أيضا ما بعد التحرير سوف تكون مشاكل كبيرة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صحيحة في هذه المرحلة. أنا مثل ما قلت لك الآخرين يخططون وتخطيطهم تقريبا ماشي بهذا الاتجاه. شنو المطلوب؟ المطلوب صراحة بأن تكون يعني وقفة للحكومة بعدم السماح لهؤلاء منهم عليه مثلا إلقاء القبض. شنو ليش ما فعل هذا إلقاء القبض هو بالعراق؟ هذا أحد المشاريع. منهم من يتكلم، قصدك المذكرة صدرت على ثير النجيب؟ طبعا. منهم من يتكلم عن تقسيم والحدود ترسم بالدم وما إلى ذلك. اليوم أيضا هؤلاء اللي هم في أربيل مصيرهم بيد العراق، مصيرهم اقتصاديا. ممكن المساوم، هذه سياسة، ممكن المساوم تخلى عن هذه الأراضي وارجع إلى القانون العراقي والدستور العراقي اللي هو 19/3/2003، وأهلا وسهلا، أنت مواطن عراقي ومن الطراز الأول. جيد، راح نرجع لهذا الطراز الأول، لكن اسمح لي فاصل مشاهدي الكرام، فاصل قصير ولنعود. أطفالكم ضد شلل الأطفال. جديد، أحييكم مشاهدي الكرام وأحييك سيادة النائب. هسه احنا تحدثنا عن التعامل مع الداخل اللي يحاول انه يوجد مشروع بالموصل، ما اعرف صارت اهميتها اقليميه، بالتالي ارجع ل 2014 واقول ما حصل من دخول مفاجئ لداعش وسيطرته على هاي المدن، هسه طلعت نتائجه بالنسبه للجهات او الدول الداعمه للمشروع كله؟ لا، انا اعتقد بانه مساله داعش هي مو مساله 10/6، مو 10/6 يعني 8/9/10/6، مو هاي الثلاث ايام، هي يعد لعملية إسقاط الموصل حتى تتغير خريطة الموصل. وهناك مشاركات، يعني مشاركات عديدة، منها قد يكون إقليمية ومنها الداخلية اللي هي ذراع داعش. الموصل يخطط له ولا زال يخطط للموصل، ولكن أنا أعتقد بأنه حتى أمريكا
تخلت عن بعض المشاريع اللي موجودة في نينوى، ولكن لا زالوا بعض الإقليميين الدول الإقليمية أو الجارة حتى أكون يعني أوضح، وبعض السياسيين الموجودين داخل سواء في الإقليم أو سياسيين من محافظة نينوى لا زالوا مصرين على هذا المشروع. أولا تكلموا عن إقليم، إذا تذكر جنابه قبل فترة، بعد أن ضرب الإقليم تكلموا عن محافظات، واليوم يتكلموا عن قوة عسكرية تسيطر، وبعد أن تسيطر تبسط نفوذها ويعني تسوي خلل مع الجيش. سبقتني من سألتك على قضية التخوف المجتمع الدولي، هذا التخوف بالفعل هو موجود لو راح يصطنع بعد التحرير أو بالأيام الأخيرة للتحرير؟ لا، هو ماكو إعداد صراحة للمشاكل الموجودة في نينوى، وماكو إعداد. يعني أنا شخصت المشاكل في نينوى إلى أربع جهات. الجهة الأولى واللي هي يعني أعمقهن اللي هم اليزيدية، اللي صار عليهم شيء غير طبيعي، أخذت نسائهم، قتلوا رجالهم، اليزيدية وأهالي هاي المناطق يعني. هذه المشكلة الأولى واللي ما قاعد أشوف لحل حقيقي، يعني حتى كأنه الدولة يعني كأنه يعني تقول نحن لسنا معنيين، معنية غير جهة يعني كان يكون الإقليم. المسألة الثانية مسألة تل عفر، يعني أيضا شيء كبير. والمسألة الثالثة اللي هي داخل مدينة الموصل اللي هي مثلا وسهل نينوى واللي هي بعض المكونات المسيحيين والشبك. والمسألة الرابعة اللي هي المشاكل العشائرية الكبيرة التي سوف تحصل في بعض المناطق، ولكن أنا ما أحس أنه الدولة ولا المصالح الوطنية لديها رؤية حقيقية لحل المشاكل، يعني يتكلمون فقط عن التحرير. خلي أرجع لأول نقطة، قضية المناطق الأيزيديين والمناطق اللي قلت الحكومة تلمحت أنه الجهات، بالتالي صار أكو تحول فقط بالتصريح أو بالعنوان الرئيسي، ما أخذ بالدم لا يسترد إلا بالدم أو بالقوة أو رسم الحدود بالدم، بالتالي راح يتحول من هذا المنطق إلى قضية اتفاق سري، بس بالحالتين هي هاي الأراضي مسيطرة عليها الإقليم. هو مسألة سنجار واليزيدية، أكو يعني امتعاض من اليزيدية باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبار يعتقدون أنه سلمهم، يعني هو كان يحافظ على هذه الأماكن. فإعادة تسويق الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما الدولة العراقية تتخلى نهائيا عن منطقة اليزيدية وهاي المناطق، هم لا يستصيغوا لأوامر البيشمركة ولا الحزب الديمقراطي الكردستاني اليزيدية. ولكن إذا ما تخلت الدولة العراقية عن المواطنين اليزيدية في هاي المناطق، يضطرون أنه يعني يتكلموا بما يريد الديمقراطي الكردستاني. هذه هي المسألة، والمسألة الخطيرة. وإذا ما سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني في هاي المناطق، قد تكون مشاكل كبيرة بين اليزيدية والعرب. زين، هسه بهذا الموضوع ما أعرف من راح يسيطر على المشهد المستقبلي للمحافظة، يعني هسه إذا جبنا على أصوات والانتخابات والناس المؤثرة، بس حضرتك تقريبا جايب لك 38,000 صوت، أنتم 3-4 نواب جايب لكم 150,000 صوت أو 200,000 صوت، بالتالي دوركم راح يغيب لو ما عندكم القدرة أن تواجهون كل هذا المد، القضية أكبر من عندكم لو ما أعرف. لا، يعني إذا الحكومة العراقية يعني تعمل معنا أو مع نواب نينوى، يعني خلينا نسولف بالمكونات نينوى عموما، نحن نمثل أهالي نينوى جميعا، ولكن يعني نحن عرب حقيقة. إذا ما تعاملت معنا الحكومة بجدية واعتبرتنا ممثلين لنينوى، هسه ما تعتبرنا ممثلين لنينوى، هسه اللي يعتبر ممثل لنينوى فقط أسامة النجيفي. وين ما من كان اللي يعتبره؟ يعني الحكومة، يعني التحالف الوطني يكون، حتى وإن كان مسافر ينتظرون على ما يجي حتى يسولفون بنينوى، وكأن ماكو أحد بنينوى، علما أنه هو الرجل يعني في وجوده في نينوى بسيط وتدعمه دولة، هذا هو الميزة الوحيدة اللي موجود. في البرلمان العراقي لديه نائب واحد اللي هو فارس السنجري، في مجلس المحافظة ولا نائب، من رشح يعني عن أثيل النجيفة أو عن أسامة النجيفة واحد على المحافظة ورشح عربي، ولا عربي انتخب هذا ممثل النجيفية. إذن هذا واقعهم بالموصل. ولكن عتبنا بصراحة على التحالف الوطني عموما، يعني أنا ما أقصد بس الحكومة، حتى الجهات السياسية من يريدون يتكلمون عن الموصل يروحوا دوروا أسامة النجيفة وين، بلندن لو بعمان لو بالإمارات، جيبوا حتى نتكلم معه، هذا مو منطق. بهاي الحالة أقدر أنا بس بشكل شخصي أقول إنه ماخذ القوة مالته من الدولة اللي يدعمه. أنا في قناعتي جزء كبير من القوة مالت أسامة النجيفة ماخذ من الدولة العراقية. بدليل الدولة العراقية؟ من الدولة العراقية بدليل. بدليل يعني القوات هاي اللي كانت رافضتها الدولة، اللي كانت تدرب من قبل تركيا وتجهز من قبل تركيا وضد الحكومة العراقية ويتكلمون ضد الحكومة العراقية، أنا ما أقصد القوات، أقصد قيادات اللي هو أثيل النجيفي، اليوم هي الوحيدة اللي يسمح لها بالقتال جنبا إلى جنب الجيش العراقي. وللعلم ما
ما يعترفون بأنهم ضمن الحكومة العراقية، يقولون نحن تحت القطع الكبيرة، ولكن هل ينتمون للحكومة العراقية؟ خلوا يطلع واحد منهم يقول نحن. والقوات اللي أنتم مسؤولين عليها ما سمحوا لهم؟ القوات اللي مسؤولين عليها في المنطقة الغربية وماسكة قاطع، ونحن واليزيدية نعمل مع بعض، ولكن في الفترة الأخيرة صراحة يعني نريد الأراضي العربية اللي متوجهة على اتجاه البعاج، قد تكون قوتنا منفردة ونحن الوحيدين نرفع غرب نينوى، العلم العراقي بعيدين عن الساحة صراحة، ولكن لدينا أيضا فصائل إن شاء الله سوف تدخل عن طريق جنوب الموصل. زين، باعتبارك أنت هسه وجهت رسالة للتحالف الوطني، بعيدا عن الإعلام رحتوا لهم؟ قعدتوا ويا قياداتهم؟ أكو هسه رئيس للتحالف، قعدتوا ويا سألتوا ليش هذا الموقف؟ أكيد هم يعرفون من يجون على الأرقام وتأثيراتكم بالمحافظة، راح يشوفوا إذا بالأرقام راح توضح لهم شنو يكون ردهم. والله رحنا على كل الأخوان في التحالف صراحة. زين. رحنا على كل الأخوان بالتحالف، رحنا على كل يعني حتى على ما عدا الديمقراط الكردستاني، حتى على الجهة الأكراد وتكلمنا معهم. الجهة الكردية اللي هم مو ديمقراط كردستاني متفهمين موقفنا وموقفنا وشنو. بعض الجهات في التحالف يعني متفهم الوضع، ولكن يبدو إنه أكو يعني شيء أكبر من ممكن حتى من الوضع العراقي يعني في مسألة الدعم. أني أسألك، هل يبدو أكو شيء أكبر؟ أنت حضرتك تجاوب تقول لي هذا الشيء الأكبر شنو هو؟ أكيد عندك معلومات. أستاذ الفاضل، أنا أذكر لك أشياء يعلم الشعب العراقي. طلع السيد الجعفري زين وقال من اتفق مع القوات العراق القوات التركية الغازية أو المحتلة هو أثيل النجيفي. طلع داود أغلو تكلم بنفس المنطقة، الحكومة العراقية وعليها مذكرة إلقاء القبض، الحكومة العراقية تتعامل معه، وهسا يومية قاعد مع القادة الأمنيين ويشرح على الخارطة وكأنه قائد القوات أو القائد العام للقوات المسلحة. شو تسميها يعني؟ ماذا يعني أكو مشروع، المشروع التركي أقوى؟ أنا أعتقد الخطة مالت أردوغان. زين، من يجون هسا هم خايفين من حزب العمال، هم هسا ذريعتهم حزب العمال، أنه حتى يدفعوا أبعد من الأراضي من الحدود التركية على اتجاه الأراضي العراقية. زين، احنا هاي المخاوف ما بددناها، حزب العمال من صارت مشاكل كركوك نزلوهم بالشارع استعانوا بهم. هو معقل حزب العمال وين استعان؟ معقل حزب العمال قنديل. قنديل وين وبعشيقة وين جايبين قوتهم؟ يعني تاركين قنديل وجايين على بعشيقة. الموضوع ليس موضوع حزب العمال. عمالهم يتكلمون، يعني أحدهم قبل فترة طلع على أحد القنوات قناة الشرقية وتكلم حزب العمال سوف يدخل تل أحفر، حزب العمال يعني كلام مو منطقي. أنت ما يخالف يدخل تل أحفر حزب العمال، عليش جايبينهم بعشيقة الأتراك؟ خلي يجون على أي مكان متواجدين، بقنديل، بدهوك، مثل ما تفضلت بكركوك، خلي يجون على كركوك. ليش جايين ويتكلم السيد أردوغان عن السنة العرب والأكراد العرب والتركمان العرب؟ إذا أنت تتكلم عن مكوناتي، مكونات محافظتي، أنت مو جاي على حزب العمال. سندخل الموصل، سندخل في تعرير الموصل، يومية يقصف مدينة الموصل ويقصف مناطق من قرى الشبك. زين، هذا هايش عليه بحزب العمال؟ أعتقد حزب العمال أكذوبة ليدخلون على مسألة الموصل، ولا زال لهم أطماع في الموصل. زين، هسا أربط لي بين قضية الخطة باء اللي تنفذت مثل ما تقول بوجود قوات تابعة لأثير النجيفي ومشاركة بقوية قطاعات الجيش العراقي والقوات اللي تشارك بعمليات التحرير، بالتالي إذن القضية متفق عليها ويا الجهات العليا بالدولة العراقية. يعني أنا أعتقد أن الدولة العراقية عملت بحكمة، يعني حتى باستيعاب إذا سمينا الخطة باء، عملت بحكمة. أولا جابت هاي القوات ضمن قوات كبيرة جدا، موعت هاي القوات. ممكن أثيل النجيفي إذا الحكومة كانت جادة يعني بتنفيذ القانون والدستور العراقي بأنه يلقى القبض على أثيل النجيفي اللي موجود في أراضي عراقية في أربيل، ومن ثم هؤلاء ضباط أبنائنا وهؤلاء المقاتلين أبنائنا يستوعبون في الجيش أو الشرطة، وحتى طالبنا أنا وعدد من النواب بأنه هؤلاء أكثرهم كانوا FBS وشرطة ومقاتلين، يصدر عليهم عفو ويرجعون إلى مكاناتهم. أنتوا تقدرون تفرضون رؤية عراقية بهذا الواقع اللي كلها ستحدثنا عليه وبهذا التشابك اللي داخل به الدنيا كلها؟ نحن نعمل جاهدين، ولدينا قوة كبيرة جدا في البرلمان، قوة عراقية ومن كل المكونات. متى ما تكلمنا عن نينوى، متى ما أردنا بيان، ثلاث أرباع البرلمان يقوم معنا. متى ما أردنا موضوع على وحدة نينوى، أغلب البرلمان يقوم معنا، يكاد يكون حزب واحد ما يقوم معنا والباقي أو حزبين يعني، ولكن الكل يقف معنا. هذه قوتنا، قوتنا الشارع العراقي، قوتنا العراقيين حقيقة، والجيش العراقي وجوده
في أراضي نينوى وفي الموصل هذا الضمان الحقيقي لوحدة نينوى. قضية توزيع المناطق على القوات المسيطرة راح تكون واقع، اللي يحرر يأخذ المنطقة اللي يسيطر عليها. يعني أعتقد وجود الجيش العراقي وجيشنا العراقي الباسل وقطعاتنا الباسلة سوف تضرب هذه المشاريع، تضرب هذه المشاريع. يعني يصير عندك قوة وذراع عراقي. قبل من كنا نتكلم ويتكلمون الأراضي بالدم، ما كان عندنا ولا جندي بنينوى، ولا جندي واحد بنينوى. اليوم اثنين وأربعين ولا جندي واحد. من اللي انسحب؟ ولا لا أنا عفوا، أنا بعد 2014 من كان المشاريع هاي مالت الأرض التي تؤخذ لا ترجع، الأراضي تؤخذ بالدم، ما كان عندنا في نينوى ولا جندي. زين اليوم عندنا من جيشنا الباسل وقطعاتنا الباسل 42 ألف مقاتل موجودين على الأرض. هذا الضمان الحقيقي لوحدة نينوى ووحدة العراق. زين قبل ما أختم الحديث ويا حضرتك ونختم الحلقة، تحدثنا عن مشاريع متداخلة، راح تقدرون تسوون مشروع مصالحة اللي كله تتحدث عنه، الجيش ما يجي يجيبوه، هو كاره الأهالي الموصل وكاره الناس اللي موجودين، هم كارهي يطلعون عليه بالليل، أكو ما كان أكو انسجام، هذا راح تقدرون. وبالتالي قال هو هذا السبب إنه الجيش خلال 4 ساعات تبخر من المحافظة. راح تقدرون تشتغلون على هذا المشروع بأرقام الناس اللي انتخبتكم اللي ذكرناها لحضرتك والناس اللي وياك. أولا المشروع ضرب مع كره الجيش لأهل الموصل، ضرب. كان هناك ماكينة إعلامية وسياسيين على رأس السلطة، هم كانوا من يقودوا هذا المشروع على رأس سلطة نينوى. نينوى نعم. يعني حتى كانت شغلات بسيطة، وأنا أذكر لك واحدة. هو كان يعني يضرب، كان يراد بنينوى أن تكون طائفية شيعية سنية. ما عندنا شيعة تدري، قليل بالموصل. فصار الهدف سياسيين الجيش العراقي، أي مخالفة بسيطة، أي مخالفة بسيطة تكبر. حتى مرة يعني ضابط عراقي تعدى له على امرأة، يعني يقال أنه اغتصبه يعني. فكان أثير النجية في المحافظ على قد الدنيا بالفيسبوك والإعلام، وقاموا ذولا علماء، أكو علماء عندنا هم ذولا يعني شغلتهم مثل مش ما يريد أثير ماشي الحال. قاموا صدروا بيان، وطلع عبالهم الضابط من أهل الجنوب، طلع الضابط من أهل نينوى. ثاني يوم سكتت الكل، ما حد يحكي لأنه ما بفتنه، ما بإثارة، فتركوا الموضوع. إذن كان أكو موضوع يعني لإشعال الطائفية باصطدام مع الجيش العراقي. زين شنو رأيكم إذا ورا ما أخذت هاي الأمور كلها رجعت الجيش المحافظ؟ والله أنا أولا لا أعتقد يعني أهالي نينوى سوف يقبلون، يعني ثق أنه اليوم غير قبل 2014. أهالي نينوى يعني شافوا من داعش شيء غير طبيعي، ويعرفون أهالي نينوى من المتسببين في هذا الأمر. يعني قادرين على إيجاد بيئة مناخ أفضل مما كان موجود قبل 2014 بين القوات الأمنية، بين أهالي المنطقة وبين السلطة الحاكمة أو السلطة المسيطرة على المحافظة. أنا أكد لك بأنه اليوم الكل يرى الجيش جيشه، وراء هؤلاء المقاتلين أبنائه في الموصل. أنا أكد لك هذا الكلام، ولدينا تجارب. المناطق التي حرت، أنت شفت شلون يستقبلون الجيش؟ شوفونه بالإعلام، وقناتكم الكريمة أيضا كانت مشاركة. شفت شلون يستقبلون الجيش؟ يستقبلونهم استقبال يعني الأبناء المنتصرين، يستقبلونهم هذا الاستقبال. هذه هي روح أهل الموصل. ولكن صور أنه أهل الموصل ضد الجيش، والله أهل الموصل ب 2008 أنا أذكر توزع الجيش داخل المدينة، أغلب أماكن الجيش ما يأكلون من أرزاقهم، أهالي الأحياء يودون لهم أكل. والله لحد ما شغلت الماكينة اللي قلت عليها، إلا أن اشتغلت الماكينة. طيب اسمح لي أن أشكرك النائب عن محافظة نينوى السيد عبد الرحيم شبه، شكرا لكم حضوركم. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، عندنا موعد يتجدد يوم غد. مع السلامة.